عفرية. حلو العيشة عائلي يومي بدعاء عخفري. شوف بلشي منو قليل، لا 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 ما بيرضى بالقليل. الواحد فكره بميلة وكيف بطلع بقى يا ويلة. وفانا كثير ليش الحال؟ ما خلينا صورة وما جبناها، ما خلينا ورقة وما جبناها، كله صار جاهز. ها عليك عليك مبروك، هلا صار فينا نقول مبروك. وين العروس؟ العروس مع كريم فوق. كريم يا كريم يلا يلا ريتلين. يلا تفضل 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 تفضل. احنا بالعريس، احنا بالعريس، احنا بالعريس. مبروك يا عريس، مبروك مبروك. انا مبسوطك من قلبي. انا ادلك شو وين سعيد؟ يلا يلا ليزي يلا مبسوطك من قلبي. اهلا اهلا كريم. اهلا كيفكم شباب؟ كثير منيح. شو وين سعيد؟ نازله يلا شربات. هاي هاي. وجيه. وانا نزيه. وانا سوسو. كريم ما عرفتينا على سوسو. صديقتي سوسو. نعم. وجيه جارنا. اهلا 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 وجيه. اهلين اهلين. وانا نزيه. وين سعيدة؟ سعيدة وينك؟ انا هو. وين؟ خي وين هون؟ طلع الصوت. وين؟ خي وين؟ هون قدامك. ايش؟ سعيدة 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 ليلتنا سعيدة سعيدة ليلتنا سعيدة. فتح عمرها شوي شوي لما نزيها طلع علي. ايوه قال لي سعيدة. لا سعيدة يا بس والله لا سعيدة سعيدة. ايش عمل فيك هيك يا كارين؟ اكيد كارين عمل فيك هيك. مظبوط كريم. موا كارين شو عملت فيها لسعيدة؟ ولا شي، نزلنا شوي انا وياها على السوق، عملنا شوية شوبينج، ومرقت عند الكوافير عملنا شعرة وشوية ميك اب وهيك. سعيدة ليش عاملة بحالك هيك؟ شيلي هاللبس عنك وهالاشي عن وجهك. ما رح شيل شي. ايش؟ ايش هيك يا كارين؟ بس غلطت عليا بس من الخارج ومن الداخل كمان. طيب شباب بدكن شي؟ نحنا نزلين نكفي شوية شوبينج. والعرس؟ ما بقى في عرس، من بعد يلي سمعته وقشعته من كارين شلت فكرة الزواج من راسي نهائيا. اللونزون كارين. اللونزي اللونزي كارين. ان فرنسي. سعيدة 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 ليلتنا سعيدة سعيدة ليلتنا سعيدة. ايوه اطلع برا شوي شوي. تريكوني ما تجي بالبارود. ما هو يا نزيه ما بدل ما صار شي بعد ما صار شي. وكيف بعد ما صار شي؟ ما سمعتش ايش قالت؟ ابا ايش بدها تتجوز؟ ولك هذا الشي بخليك تقوس حيلك، ولأنا محلك بحمل هالباروده وبطلع لبرا بقوس بالعالي ابتهاجا وفرحا، ولك بوزع بقلاوه كمان. تركوني زي بالباروده. ولك روح يا نزيه روح. ما تخلي بنت من ضيعه الخوتين تخوتك وتخليك تقوس حالك. ايش بدي اعمل هلا؟ انا افينش عيش بلاها. بدي اقوس حالك. طول بالك طول لي بالك. هلا منطرة لا ترجع من الشوبينج من غير شهر، وبنقعد بنحكي معها بنشوف شو القصة، شو اللي خليها تغير رأيها؟ لا هلا بس ترجع من السوق مش رح نسألها لإلها، بدنا نسأل كارين ايش قالت لها تغيرت رأيها. مزبوط مزبوط مزبوط. بدك بصراحة فادي؟ نحن كل مصايبنا بالعيلة من وراكم. نعم نعم. لو ما كارين أخذت سعيدة على السوق تعمل لها شوبينج وتحكيها عن الزواج وتفلقسها، ما كان سعيدة غيرت رأيها يا مومو. مزبوط. هيدي المصيبة كلها من ورا مرتك يا مومو، من ورا مرتك يا أما. لا طول بالك، هلا ما تحطوا كل الحق على كارين. لا يا حبيبنا
هلا سعيدي لو بتحبه مزبوط لنزي ما في شيء بغير له رايه. بدي فوت جيب الباروده ووصلك. خلص 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 خلص. لانه معقول بدك تفوت تجيب الباروده وبدك تقوصها لسعيدي؟ معقول؟ لا بدي اقوصها لكريم. كريم لا فوت جيب لك الباروده. انه انا كان بعد ناقصني نزيه وسعيده وضيعت الخطين لاتاخر على شغلي، ما بكفيني وجيه ومصايبه انا. المهم هلا لازم اتصل بكارين والا لما تخلي شوبينج من غير شر تمرق هي وسوسن عندي لهون على المكتب قبل ما تروح على البيت، لانه انا مأكد هلا نزيه بيكون حامل باروده وناطرن على كعب البنيه. ان شاء الله ترد هلا كارين. ردي دخيلك ردي. الو ايه حياتي؟ سوري عم بزعجيك؟ فهمت فهمت حياتي طولي بالك. ايه بعرف بعرف. وينك؟ عارف بالشوبينج عارف بعرف بعرف حياتي. مش كنت اكل عم اقول لك لا طولي بالك. لك يا حياتي هلا انت لما تخلصي شوبينج انت وسوسو من غير شر في مجال تمرقوا لعندي على المكتب لنروح سوا على البيت؟ لانه نزيه قايس سامعه بقايس؟ لانه قايس قرر يقتل عبله واللي لعبت له بعقله. ايه؟ شو حمل هالبارودي وماشي لوين؟ نازل فتش على سعيده، قوصها وقوص حالي. ولك عاد 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 وين بدك تفتش عليها؟ بالسوق بالسوق. وحامل البارودي بايدك؟ ايه وبقايش بدي قوصها يعني؟ بعيونك يا نزيه بقايش. لك نزيه ما تفكر حالك قاعد بتضيع انت هلا، انت ببيروت، اذا شافوك بالسوق حامل هالبارودة اليك يمشوك ويدكوك بالحبس. ايش بدك ياني اعمل يعني؟ حط ايدي على خدي واقعد اندب حظي؟ يا عمي خلينا نفكر بطريقة نخلي سعيدة ترجع تقبل تتجوزك. كله الحق على كريم، يا ريتنا لا شفناها ولا حطينا سعيدة عندها. تعال كان وقتها جاب علي خيال سعيدة كان شافها عندي وساعتها ساعتها الدم للركب. ايه كان احسن من انه نقعد عند كريم. لك خيي تركني انزل لتحت انطرن على الباب وبس يجوا حسابهم عندي. لك نزيه روق شوي روق شوي. تركني احسن يطلع اول ضغط فيه. طيب نزيه ولك روق يا نزيه. زادوا اهل ضيعه الخدام اخوت نزاه. لك يا نزاه روح. عيلي عافري ميلي عيلي عافري ميلي. ولك وعمل لحالك سبع برومبو انت وفادي بيقول لي قال شو ما تيجي على البيت قبل ما تمر علي على المكتب. فكروا انا بدي اخاف من هيدا الصوت. دخيلك يا كريم ما بدها هالقد روقي روقي. لك على شو حمل لي البارود انت ولك مين مفكر لحالك انت؟ دخيلك شو بدي وجهك رح يطلب ضرب فيي. خايف يطلع ضرب فيك؟ ما فلقتنا بدي اقوص حالي بدي اقوص حالي. ما انا قلت انا اقوص حالي مش حدا يقوصني. دخيلك يا كريم شيلي هالبارود من ايدك دخيلك وخلينا نتفاهم. عشو بدنا نتفاهم؟ لك عشو بدنا نتفاهم عشو؟ وليك مش انتوا اللي كنتوا ناطريننا تحت على كعب البنايه بدكم تقصونا؟ لا لا يا كريم ما نحن كنا ناطرينكم حتى نتأهل فيكم مش هيك يا نزيه؟ لا مش هيك. اجا شو بدي اقول لك؟ سمعت خيك شو قال؟ انتبهي يا كريم اما يطلع الضرب بالغلط. ليه؟ خايفة علي لنزيه؟ سمعت خيي؟ خايفة علي؟ يا فرح لا مش خايفة على نزيه، خايفة يطلع الضرب بكيس التيب يلي جبناهم على القليل اللي نلبسهم مرة واحدة قبل ما يتنطفوا. تعسي هلأ اتأكدت انه كل شي علمتكي ما راح تعاد. عيلي عافري ميلي. الو ايه يومي شو في بيي؟ امك شو شو عاملة؟ طولي بالك بيي جاي اكيد جاي. يلا جاي جاي. قلت لها قبل ما تروح على البيت امرقي لعندي بس عبس دق المي مي. دخيلك يا كريم دخيلك روقي ما بدها لا تنعرف روقي على وضعك يا كريم. دخيلك 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 دخيلك
تعالي بالك تعالي بالك تعالي بالك تعالي بالك صفحته شو صفحة لا شيلي شيلي لي هذا صفحته 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 هودي هن اللي عم بتخوفني منهم يا فادي هو هن دخيلك يا فادي خليها تشيل هالبارودي من ايدي رح تروحنا لك يا ريت في يروحكم لك يا ماما لك كيف قشطتك البارودي كيف قدرت قشطتك البارودي ولك بقشطه بين البارودي ولك انا كريم رزق الله واحد مثل هيدا الفستوك نزيه بده يسحب سلاحه بوجهي لك اسحب لك رقبتك طالب بالك عم خلص معلش في مجال تشيليها من ايدك هالبارودي حتى احكي لي كلمتين في مجال بشيره بس بتقلن لهيدول الجوز ما يبقوا يحملوا سلاحهم ويرفعوا بوجه مين ما كان فهمتوا لا 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 في مجال انا بلش بالحكي يا جماعه في مجال تفضل تفضل انا اللي بعتت اكيد اكيد تفضل يا ست كريم تفضل 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 مثل العالم مثل الناس بس بدي اقول لك شغله معلش يعني في بدي افهم انا في عندي في عندي سؤال معلش نحن كلنا هون بنعرف قديش نزيه بحبها لسعيدي وقديش سعيدي بتحبه لنزيه مزبوط هالحديث مزبوط وكلنا هون بنعرف قديش تعذبوا اثنيناتهم وقديش ركضوا وهربوا وعرضوا حالهم للخطر لا يهربوا ويتخبوا هون مزبوط الحديث مزبوط وكلنا بنعرف 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 شو بدك لوين بدك توصل بدي اوصل لسؤال واحد بس بحب انه سعيد يجاوبني عليه وهو انه يا ست سعيدي انت شو اللي غير لك فكرك بهالسرعه وبطلتي بدك تتجوزي فيك تجاوبيني على هالسؤال يا ست سعيدي شو يا كارين بغيت اغدي بتصور ما بقى في زوم تغدي لانه عرفنا الجواب مزبوط مزبوط سعيدي خلص خل كيف يرتاح بريحنا لا خد عوص حالك وريحنا منك بقى عوص خلص خلص منك يا خيي قولوا لي ايش بدي اعمل هلا ايش بدك تعمل بدك تشتغل شوي على حالك يا نزيه كيف يعني اول شيء فادي تفضل عنك اول شيء بدك تغير لي هاللبس هذا اللي نيتعه بدك تشيل لي هالبرنايطة اللي حطتها على راسك وهالصباط هيدا مدري من اي ايام لابسه باجرك تظبط لي حالك شوي يا نزيه والقش هيدا كله وشو القش هيدا كله سعيد غيرت حالها انت من المفروض تغير حالك حتى ترجع تنغرم فيك وتحبك ولا شو رايك يا استاذ وجيه والله انا رايي من رايك يا استاذ فادي انا برايي نعمل له نفضه لنزيه اذا هيك سعيدي بتكون سعيدي انا بقبل النفض بس استاذ فادي انا بدي اسالك نعم. برايك اذا نفضنا لنزيه بيزبط اكيد بيزبط واذا ما زبطت بعوص حالك يطول بالك روح انت روح خلينا نسال استاذ فادي شو رايك يا استاذ فادي بيزبط او منخلي أوص حاله ناولوا البارودة تفضل هاي أولاد هاي باب باب عندي بالحمام ما في مي نعم وأنا كمان كمان يعني شو قصة هالمي كارين يا كارين ما بيكفيني مصيبة نزيه كمان مصيبة المي ولك نهار واحد نهار واحد بس بتمنى تجي على البيت ومنك معصب وصوتك طالع لك شو قصة المي صرنا قايلين لك ألف مرة فادي شو قصة هالمي شو في نحن عائلة عايشين هون إذا مش كل يوم اجت المي طبيعي كل يومين نعوز تيترن يعني لك يا جماعة طب انتوا عم تنتبهوا على المصروف مثل ما علمتكم أكيد طب في مجال يا أولاد تتركوني شوي مع أمكم بدي أحكي معك كلمتين طب أوكي بس في أقول لك شي قولي تفضلي أنا الحنفية عندي بالحمام منزوعة منزوعة؟ إيه منزوعة بس كنت عم غسل إيدي كانت المي كتير قوية بس بعد شي ربع ساعة صارت تنزل مثل الخيط نعم بعد ربع ساعة صارت مثل الخيط لكي عجيبي هيدي معك مرة بتقولي لي منين نحن عم نصرف مي وبتقولي لي كل يومين بدي عبي خزان ما تفضلي شو عم تعمل ربع ساعة فاتحة المي لتغسل إيدي قومي بيي قومي من وجهي فلي من وجهي روحي من وجهي دغري يا فادي ما قالك حق تصرخ عليا
ليه بقى؟ لأن الحنفية عندها مزبوط إنه منزوعة. كيف عرفتي إنها منزوعة؟ لأنه كانت عم فرش أسنانها بحمامة. ماما عيطت لي ونزلت حكيتها، بس رجعت شفت المي بعدها قوية. نعم نعم قومي روحي. كفي من وشي. يا هيبي شوم عليك، ولك يا عيبي شوم عليك، لك رعبتن للولاد، رعبتن كرمال شو؟ نقطة مي؟ خلصنا من قصة المي، بعدين نحكي بالمي، في مجال احكي معك كلمتين هلا؟ قول حياتي، في مجال تحكيها لهيدي سعيدة وتخليها تغير رأيها؟ ما غيرت رأيها وخلصت. ما أنا بدي تحكيها تغير رأيها يلي أنت غيرتي لي. بدك ياني أجا أقنع تتجوز نزيه؟ يعني بكون ممنونك حياتي. اوعى تكون مفكر فادي انه من بعد هالخبريتين اللي خبرتها اياهم عن الزواج والتعتير والولاد هي غيرت رايها. انه هاو كلهم بدك اياها ما تغير رايها؟ يا حبيبي مثل ما انا شفت، يعني صراحه يعني هي البنت من الاساس بده يكون كاينه مقلقزه وهيئتها مش مقتنعه بقصه الزواج كلها سوا. طب لا نعتبر فرضا يعني انه اللي عم بتقولي مزبوط. طب في مجال اذا بتعملي معروف تحاولي تحكي معها، بلكي بترجع بتقنعية انه تتجوزوا لنادي. شوف حياتي، لا اجيك من الاخر، نعم، ولا اكون صريحة كتير معك، نعم، انا مستعدة شك عن صخرة الروشة، ايه، ومستعدة روح سباحة على قبرص، ايه، ومستعدة اطلع ماشي على القمر، بس مش مستعدة نهائيا اقنع مرة تتجوز، فهمت؟ يا عمي ما جيلة هيك بتفكر، ليش ما نصحت حالها وريحتني؟ شو حياتي حكيتيها؟ لمين؟ لك لسعيدة. حكيتها. وشو قالت لي؟ بتفكر بالموضوع. يعني في أمل؟ في أمل، عطول موجود الأمل، بس مش شيء أكيد. لك ما في منك أنت، لك ما في منك. بس بتروح بتقول له لهيدا نزيه يزبط لي حاله شي شوي، يرتب لي حاله شي شوي. ما تعتلي هم، قلت له، ومن بكرة راح تشوفه شخص جديد. كمان لازم يغير عقليته شي شوي. إذا في عنده عقلات، خلص أنا راح قل له يغيرهم شوي. لأنه بتعرف هلا سوسو بطلت سعيدة يلي جاي من الضيعة. صارت هلا بنت مدينه مسقفه ومرتبه. ما تقول الا عم تتلمس على ايدي. ما انا ما مخوفني شيء الا انه عم تتلمس على ايدي. بابا يا شوفي خير. نايا عم تتحمم وانقطعت المي وهلا هي كلها صابون. شو؟ وعم بتصرخ. لك عجل يا فادي قوم شوف شو بدك تعمل. شو شو بدي اعمل؟ عم هلا بتصل تبع الستان. لك شو تبع الستان؟ بده ساعتين ليجي يعفي الخزان. شو بدي اعمل لك؟ شو بتشطف بدموع يعني؟ شو بدي اعمل؟ الله لك روح اتصرف. شو بعرفني شو بدك تعمل؟ قوم زار عندي جيران جيب لك شي سطل مي لحتى غسل هالبنت ولا تموت. يلا قايم قايم. لك يلا يلا. ايه بس انتو ضلكم فاتحين المي شي ربع ساعه كل مره بدكم تغسلوا ايدك. لك خلصني. ايه صرفوا مي لكم. وجي وجي خيي خيي وين؟ شوف شوف شو؟ في حدا عم يدق الباب؟ عم يدق الباب؟ لك لك بوس خيي. شو تعوص؟ لا تحط بول يعني بول شو تعوص؟ مين؟ هذا أنا فادي. افتح يا وجي. مين؟ فادي فادي. شوف يا فادي فادي أنت لوحدك؟ إيه لوحدي. مأكد؟ إيه مأكد. ما في حدا كامشك برقبتك وحاطط الفرد براسك؟ لا ما في حدا. تعال تعال خلصني. يلا يلا جي جي. تفضل تفضل. اهلا وسهلا. خير مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. بها شي سعيدة؟ لا يا خي ما بها شي. شوفي لك انا يا فادي. لا لا عم تفضل. شوفي ما تغزونا. شوفي لك يا خي قلي. شوفي ما في شي. طولوا بالكم عم شو مطبوعين هيك؟ عم شو ناطرين حدا؟ لا 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 مش ناطرين حدا. بس قلت لكم على بالي. طول بالك. بس في شي في شي؟ لا في شي. طول بالك ما شي. ما تغزوني يعني انا بس. لك احكي خي رح تصحونا. طيب احكي. هو جوازي. تفضل. في مجال. نعم. يعني من بعد اذنك تعيرني سطل مي. عفوا ما سمعت مزبوط. شو بتريد؟ تعيرني سطل مي. سطل مي؟ نعم. هلا؟ نعم. ليش من غير شر انقطعتوا من المي؟ نعم انقطعنا. الله لا يقطع حدا. وبنتي نايا عم تتحمم وكلها صابون. نعم. فاذا بتسمح يعني تعيرني سطل مي
وبكره الصبح لما عبي الخزان ابرد لك. ولو يا جار انا بدي اتنقى سطل ماي ليك ايه؟ وبدل السطل راح اعطيك سطلين. سطلين لك يا دكتور عينك انت الجار. الله يخليك يا ماجي. ليك انا ما حبيت دق حدا بهالبنايه واحمل جبينته لانه عندي خي اسمه وجيه. لانه نحن اهل يا وجيه واعز. تفضل تفضل يا استاذ فادي تفضل. اهلا اهلا. مع السيد بدك تعطيني سطلين. ايه مزبوط يا نزيه. شو خيي؟ مول هالسطل عن استاذ فادي وصله اياه على البيت. بهالطريقه بدل السطل اعطيناك سطلين. في حدا عم دق على الباب. حدا عم دق على الباب؟ في حدا عم دق على الباب. سلام مش سامع حدا عم دق على الباب. بلا في حدا نسمع. لك ما في حدا عم دق يا عمي. نامي عم بيكون عم بتهيأ لك هالشيء. انت نامي يا عمي نامي خوفتيني دخيلك انا وعدت من الصابر. حدا عم يدق على الباب. وافتح. افتح ولا بالك عم بدي افتح بلكي كان انا حاسك خيي لسعيد. يا ترى انا ولا بالك ولا بالك هلا بفل ولا بالك. بابا ومفتاح هم هلا بوعيين الاولاد. طب شو رايك حياتي تنزلي معي بلكي معه هو حمل له شي باروده انت بتقصديها. لك ومخلصني هو يا كريم مش قادر ما بتعرف. مين؟ أنا. مين أنت؟ وجيه. مين وجيه؟ بطلت تعرف مين وجيه يا تيشيل؟ لك جارك وجيه افتح يا مومو. معك حدا؟ ايه معك حدا؟ ولك خيي نزيه بس؟ ولك بس؟ ايه بس؟ ما في حدا كان شك برقبتك وحامل عليك فرض؟ ولك افتح خلصني دخلنا. افتح يه. ايه لا شو هذا؟ شو عم تعمل؟ شو عم تعمل انتوا يا لا ما تجننوني حبيبي. اوعك تفكر جاي انت تعبي مي من عندي النهار. حبيبي انا اصلا ما عندي مي. ما من شان هيك طلعت استعرت من عندك سطل. شو سطل؟ سطلين. لا فادي طمن بالك نحن جايين ناخذك معنا. لوين؟ عبي مي. لوين؟ لعبي مي. هلا الساعة 3 الصبح جننتوا وما كنت عبوا مي. اوف صار الساعة 3 تأخرنا. هي هلا بتعجوا على الحاووز. عمين؟ حاووز. مين حاووز؟ لك الحاووز الحاووز. شو حاووز عزو مين وهذا؟ مطرح ما بيعبوا العالم مي. نعم؟ يلا خيي تأخرنا. لك فز جيب السطل اللي أخذته من عندي مبارح وجيب شو في عندك. أناني فاضي عجلونات عطشوطي ويلا خلينا نمشي تأخرنا. أنا بدي روح على المصاف عبي مي شو جمعته. ليش بينك أنت يا فيشي؟ مين مفكر حالك يعني؟ لك فز خلصني. لك أنا بدي روح. أنت ما بكل العالم بدي روح وجيب. فهمت عليك. بتستحي هونيك وما بتستحي انك تطلع لعند جارك بنص الليل وتطلب منه سطل مي يا فيشيل. اي وجيه بس هيدا شيء وهيدا شيء حبيبي. يرجع بيقول لي وجيه يا حبيبي يا عيني يا قلبي. نعم. انت ايه نعم يا روحي. نعم انت ما بدك تخفف مصروف مي بهالبيت. اكيد بدي اخفف مصروف. لكن بتسمع مني شو بدي اقول لك. تفضل قولوا عادي. فضل بتعمل مثل ما عم يعملوا كل هالناس. ليش عم يعملوا كل هالناس؟ بتروح بتشتري سترن مي بتفضيه عندك بالخزان وبتستعمل المي تبعه بس للدوش. وبتروح على الحوض بتعبي كم قنينة مي على كم جالون على كم تشط وبتستعمل المي تبعهم للغسيل وللجلي وللتنظيف. ثلاثة بواحد وهي بيضاير لك الخزان تبعك من جمعة لعشرة ايام بدل ما كل يوم والتاني تروح تعبي خزان يا فيشيل. بس يا ابو فؤاد يا وجيه اولك بتزبط هاي؟ لك اكيد بتزبط يا فادي. اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. ايه بس انا محامي. بيرجع بيقلي محامي. يا فادي يا حبيبي يا عيني انت اصلا مين رح يعرفك بهالليل؟ لك اصلا مين بيعرفك انت اصلا اصلا يا فادي؟ انت انجأ جيرانك بيعرفوك ولا مفكر لي حالك محامي الحمى؟ يلا فز خلصت تأخرنا على الحوض. ايه بس انا يا وجيه فز. جيب معك بالليل.
شفت الجالونات؟ شو هودي اللي محطوطين على الباب يا فادي؟ شو هودي؟ هودي هودي شو هودي هودي؟ ليك يا فادي معك خمس ثواني بديك تكون واقف قدامي متعهد. لحظة بس فادي يلا يلا جاي. الله لا يوفقك يا وجيه انت والحوص تبعك. شو يا فادي؟ اودي ماي ووتر ووتر ماي ووتر شو يا فادي؟ ماي اودي ماي للشرب وماي لغير الشرب. لغير الشرب مثل شو يا فادي؟ يعني هودي للحمام للغسيل والجلي والتنظيف ثلاثة بواحد. قولك من هو العملية اللي بتعمل هيك؟ مين؟ ابو فؤاد ابو فؤاد ما غيره وجيه. ولك مالك اللي مصايبة من وجيه؟ رجع يا قلبي ماي مالن زبالة هم نستعملهم بالحمام بغسل فيهم الارض من ماي. ولك انا كارين زلة بدي استعمل ماي بالسطول. ولك هذا اقتصاد بسموه اقتصاد. ولك يا حياتي ولك هيدا اقتصاد ولك هيدا حبل حبل. ليك يا فادي اسمع وعي وعينا معك عشر دقايق فقط لخير. نعم لحتى تشيل كل هودي من وجهي. فهمت شو عم بقول لك؟ فهمنا. رح ورجع رح ورجع عشر دقايق. نعم عجل عجل قبل ما يجي حدا من الجيران يشوفهم ويبهدلنا. عجل لا ما تعتلي هم حياتي ما تعتلي هم الجيران. ما هدول الجيران كانوا كلهم واقفين معي بالصف بالليل وقت كنت عم عبي من الحاووس يعني لا يبهدلونا. ده شفه بس عيلي عفريت ميلي عيلي عفريت ميلي. ايه سوسو شو بدك تخبرينا؟ عم فكر يا كاغون انه اشتغل. شو رأيك؟ اكيد لازم تشتغلي. يعني انت مع هالفكرة؟ لك اكيد اكيد. أول شي المرة لازم تشتغل دايما لحتى تحسن حالها وما تعوز حدا، وتاني شي لأنه بتتسلى وأحسن ما تضل قاعدة بالبيت. بس قولك إذا عرفوا أهلي رح يقبلوا؟ وليه ما بدهم يقبلوا؟ شو عم تعملي شي غلط أنت؟ هيدا شغل والشغل مش عيب. أكيد أهم شي نعرف ننقيلك شغلة تليق فيكي، يعني نعرف ننقي شو بدك تشتغلي. ميرسي يا كارين، ما بعرف شو كان صار فيي لو ما كنت أنت حدي. ليكي سعيدة قولي لي أنت شو معلمة؟ شو معك شهادات؟ لأعرف نقيلك شغل. بعرف أطبخ. ليش جايين لهون؟ أول بالك هلأ بتعرف. لشو مرقنا اشترينا بدلة جديدة لنزيه؟ هلأ بتعرف أول بالك. إنه مش عجبك لبسه؟ لك شو لبسه؟ أوه لا عجبني ولو طلع فيه. لك مثل هذا فزعت لعصافير. نزيه خذ هالبدلة وفوت البسها. يا خي قلي ليش مش عجبك لبسه لنزيه؟ بس لتشرينا بدلة جديدة. لا شريك ما انا دافع حقا مش انت. بس هيدا دين برقبتي يا فادي. انا ما بقبل ابدا حدا يدفع عن خي نزيه. خلص بعد العرس بترد لي حقا. طيب طيب هلا فهمني لشو البدلة؟ البدلة يا وجيه هي اللي رح تخلي سعيدة ترجع لنزيه. تفضل استاذ سامي البيت بيتك. يا اهلا وسهلا بالاستاذ سامي. يا اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. اهلا اهلا اهلا. بحب اعرفكم على صديقي المحامي الاستاذ سامي. بونسوار 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 بونسوار. تفضل استاذ تفضل تفضل. الاستاذ سامي من اهم المحامين بالبلد. ميرسي. وعندك مكتب ببيروت؟ ايه مكتبي ببيروت. فادي نعم سوسو بدها تشتغل. شو؟ سوسو بدها تشتغل؟ تشتغل ايه لازم تشتغل. لازم 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 وضروري تشتغل. مش عشان ما تضل قاعدة. ايه ليش طبعا بدها تحقق ذاتها البنت. طبعا طبعا بدها تطلع مكنونات اللي فيها. مكنونات اللي فيها طبعا طبعا. انت ما عندك حدا من اصحابك حياتي عايز سكرتير بالمكتب او عايز حدا يساعده؟ بلا بلا انا لكي للحقيقه رح اسال كل معارفي من المحامين اذا حدا بده حدا يشتغل عنده بالمكتب رح نقلكن. كتير منيح
او انت مسيو سامي منك عايز سكرتير عندك بالمكتب؟ مبلا شو؟ ايه ايه مبلا ايه 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 مبلا ايه والله لكن ايه بس في عنده مشكله الاستاذ سامي المكتب عنده عم يعمل له رينوفيشن وبده شي جمعه 10 ايام ليخلص احنا هي اذا بتقدر تنطر هالوقت هذا مشان تشتغل نحن ما عندنا مشكله بتنطر شو عندها وهيك بتتمرن بهالوقت ومنعلمها كم شغله تقدر تعرف تعملهم هيك سوسو انا موافقه وانا موافق وانا موافق خايفه خايفه من بكره يب شو مش الحق لا شو مش الحق ولا ما رحت مرة لنتصل فيه ونشوف اذا فاتحين بكره ان شاء الله تتصل بسوء الاحد لا سوء الاحد حبيبي هذا خيي ما فيه اتصل له بسوء الاحد لا راح اتصل بسوء البالي امتي رح نبلش بالشغل؟ لا يخلص المكتب شو رأيك فيه لسامي؟ سامي شاب كتير منيح وأنا حاسة كمان إنه معجب فيك سامي؟ ليكي سوسو سامي زلمة مرتب محامي وألف ميت وحدة بيتمنوا عليه ما بدي إياكي تطيري من إيديك ليش قال لك شي؟ ما قال لي شي بس كل تطليعاته فيك بتقول إنه معجب بعدين الزلمة مقضيها رايح جاي رايح جاي مشورة لعنا شو يعني؟ يعني مخروم؟ قولك هيك؟ ولك أكيد وأكيد بكرة بده يجي وأكيد بده يقعد يتحدث معك بدي إياكي تفتحي معه شوية مواضيع يعني سألي شو رأيه بالزواج؟ شو رأيه بالولاد؟ شو رأيه بالعيلة؟ هيك لحتى نعرف على أي أساس نتصرف قولك هيك؟ ولك أكيد أكيد ولك أنا بقص إيدي إذا بكرة ما رح يطلب إيدك بانوي بانوي خيي وجيه قوم وجيه شوفي 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 خيي شوفي في شيء مش جاييني نوم وبدي حدا أحكي معه خيي إذا أنت مش جايك نوم أنا شو دخلني بدي نام صارت تحبني تحبك مش إلي إلو إلو لسامي ليك نزيه اسمع مني منيح أنا برأيي خلص وقف هالتمثيلية كلها وبلاها سعيدة معك حق بكرة رح يكون آخر نهار بشوفها فيه رح اجرح لقلبها مثل ما جرحت لي قلبي بدي إلا إني بحبك يا سامي وبس تعترف لي وتقلي إنها بتحبني بدي خليها تبطل تشوف صورة وجهي بدي موتها فاق مثل ما عم بتموتني فاق شو رأيك؟ وجيه؟ صباح الخير يا ابو وجيه يا اهلا وسهلا نورت شو بين وحدك ايه
هي نزيه قاعد بالأوضة. ليه ما نزل معك؟ عم بيطب اغراضه راجع عالضيعة. بونجور. يا أهلا وسهلا بسامي. أهلا وسهلا بالسيد صدر. كيفك سوسو؟ منيحة. شو بعد ما خلص هالمكتب؟ يعني بعد كم يوم وبيجهز كل شيء. خاي مبروك. اصحاب كريم خلي سامي وسوسو قاعدين لحاله. والله فكرة. ايه كريم بدي احكيك كلمة. هلا لك هلا خلصي لك روح. وانا بدي اخذ شيء بالاسم اذنك معك. سوسو بدي اقول لك شيء. شو؟ انا من اول ما تعرفت عليك حسيت بشي تجاهك كأني بعرفك من زمان. وانا كمان. انت كتير بتعجبيني. بدي قلك اني بحبك. بكفي سامي. قصتي الف بنت بتتمنيك. بس شو؟ بس انا بحب واحد تاني. عيش. شو؟ انا هربت خطيفي مع شخص بحبه فما في حب حدا تاني. نسوحتي كريم. انا طالعة لعند نزيه. شو؟ شو؟ عم اهدي لك ما تطلعي. هاي بس انا بس هي بتحبه لنزيه مش الي انا. لا شو انت شو مين فكر حالك انت شو فكر حالك مزبوط سامي انك محامي انت طلع التسليم عمود نص مكسور هو من المركز فاز بدك حسين بدك نزيه يا نزيه. شو نزيه نزوتي وينك يا نزيه؟ انا هون. بعدك لحقني؟ لك انا نزيه. انت نزيه؟ وايش لكين؟ انا عملت كل هيدا الشي كرمالك ما كانش بدي اخسرك كرمال بدلي او صباط جديد هيدا كله اصطناعي شوفي. هلا عملت كل هالشي كرمالي؟ ايه يا حياتي يا نزيه. حبيبتي منني منني نزيه. مش هون وخي وجيه برا من يوم ما انضبك لكيش وكلهم وطلع عالضيعة هيك لكين. ايه ومنشوف زبطنا نزوتي. اسمعوني يا اولاد بما انه الحكي معكم ما نفع انه تنتبهوا على مصروف المي اليوم رح اعلمكم تنتبهوا على مصروف المي بس بالطريقة التطبيقية يعني بدي طبقكم شيء قدام عيونكم. هيدا شو يا نايا؟ غوبينه. غوبينه شو يعني بالعربي؟ تفضلي يا يومي. حنفيه. الحنفيه هيدي الحنفيه بتفتح بهالطريقه هاي وبتسكر بهالطريقه هاي اذا عملنا لها هيك شو بنكون عم نعمل؟ تفتح وهيك بتسكر هاي نفتح هاي بتسكر. برافو يا بيي برافو. ننتقل لهيدا الشيء. هيدا شو يا كريم؟ دوش. ما بدي دوش لهلا. ايه منو شوشات؟ لا دوش. ممكن يكون شي تاني. هيدا الدوش كمان له طريقه. هيك بنفتحه وهيك بنسكر معك. فاذا هيدا لما بكون تستعملوه يا اولاد ويا كريم هيك بكون تعملوه. شفتوا قد السرعه؟ لاكل ميه دغري مش فوق ناس نايمة ناس مش عارفة شو بدها تعمل دغري ها. بس بكون تتحمموا بتجيبوا الشامبوان ونقطة هي مش بصير هيك الشامبوان هيك لا ابدا ابدا ضربة وحدة نتفه بعدين شو بتعملوا؟ بتفتحوا المي بهالطريقة هيك بسرعة هيك بس بكفي بكفي هيك بصير الصابون هيك بعدين بكون تشطفوا خلصنا مش ناس قاعدي وانا قاعد بهالبيت اطلع بس ساعه وصوت ماي جوا لا نحن مش عايشين بنهر نحن عايشين ببيت بس تخلصوا شو بتعملوا؟ طبعا في عندكم البلسم الله يبلسمكم بلسم هيك
عم تسمعكي؟ نايا هيك انا بشوفك اول تعمل هيك بصير البيت كله بلسم. البلسم هو للشعر مش للبلاط، مش للبلاط. بتحطه نقطة طبعا بيضاين هاي بعدين كيف وخلص خلص بلسمته بلسمته كلنا بلسمنا بالبيت بس مشان يضاين الخبزان. منيح يا أطفال منيح يا أولاد. لك يا جماعة إلي من وقت ما أنا وعم بحكي عم بسمع في مي في صوت مي تعمل هيك عم تسمعوا مثل ما أنا عم بسمع. شو صوت هالمي يعني ما أنتوا كلكم هون وكريم عند صاحبه شو صوت هالمي بالبيت؟ إيه ما هيدا نانا عم بتحمم كلب عنا. Mm-hmm.